صباح الفل يا جماعه، واهلا بيكم من اوغندا. زمانكم دلوقتي بتسالوني وبتسالوا نفسكم ايه ده يا عم، انت ما عدتش في رواندا حاجه، ده احنا حتى ما لحقناش نشوفها ولا نشوف اي حاجه فيها. بس انا في الحقيقه لو كان عليا كنت طولت اكتر من كده، واللي حصل ده حصل لعده اسباب كتير ما كانتش في ايدي، والكم سبب دول كمان هما اللي خلانا نسيب البلد باسرع شكل ممكن. ورحلتنا بقى من رواندا لاوغندا حضرنا لها عشان تكون اخر دلع. حجزنا باص دولي ياخدنا من عاصمه رواندا كيجالي لكمبالا اللي هي عاصمه اوغندا، والباص زي ما انتم شايفين كده مريح ومرحرح فديت ما بتحصلش في اي اتوبيس. صدقوني يا جماعه انتوا ما بتعرفوش الحجم اللي قدامكم ده عامل ازاي، وكمان اوفر نايت يعني مفيش دلع اكتر من كده. وده خلانا ما نحسش بنفسنا ولا بالوقت، ونلاقي نفسنا هوب على الحدود الرواندية الاوغندية. والسبب الاول ان احنا دخلنا رواندا بفيزا دول شرق افريقيا اللي بتشمل رواندا واوغندا وكينيا، والفيزا دي مدتها 3 شهور بس، والمده دي كانتش كبيره عشان كده كانت متحكمه فينا بشكل كبير. ودي كانت اول حدود نعديها في رحلتنا بالليل، وكانت اجراءاتها بسيطه وسهله خاصه ان احنا ما طولناش اصلا في رواندا ومعانا الفيزا اللي هتدخلنا اوغندا. بس حصل مشكله ما كناش متوقعينها ابدا، والسبب التاني ان رواندا بلد صغيره، فكنا حاطين لها في الخطه يعني مده صغيره كده على قد حجمها. فديت كانت حاجه من الحاجات المتحكمه فينا، وطار ربع المده اصلا في موضوع المستشفى ده. Big problem. We don't know what. We came with such a comfy bus, like a bar or hotel, but this bus cannot cross the border. Only this not that comfortable bus could cross the border with our luggage. But in this bus, our luggage, half of our luggage was missing, especially our food. The important thing. We were looking forward to have such a comfy ride, snack some things, drink some juice, and then sleep, and then wake up, and now we're sitting here without our food bag. غيروا لنا الباص من غير اذننا، يعني حتى المساي اوت فيت بتاعي كنت سايبه هناك، جابوه لي بس ما جابوش الاكل. اكل دافعين فيه يعني دم قلبنا، حاجات ما بنجيبهاش الا في المناسبات. والسبب الثالث بقى كان موضوع فيما يتعلق الفلوس. رواندا برغم انها صغيره بس هي دوله حبيسه، يعني كل حاجه فيها غاليه. ده غير كمان ان الاماكن السياحيه والحاجات اللي ممكن تعملها هناك مستواها فوق مستوانا خالص. يعني الغوريلات عشان تعمل لها تراكنج او تتعقبها لمده يومين تدفع لك 2000 دولار، ودي حاجه اصلا خلتنا نقول يلا بينا نطلع من هنا عشان ما نتزنقش هنا طول عمرنا. كان الواحد متحمس كده وجايبين شركه بقى من الحلوين دولت وبتاع، بس في الاخر الشركه التعبانه مشت قبلنا، واحنا الشركه الحلوه اللي مضمونه قطعنا في الشارع. يعني مش قادر. وبعدين جايبين لي اتوبيس زي بتاع البلد بتاعنا، يعني سامعين صوته عامل ازاي؟ صوته يعني تعب اهو، 4.5 نقل. احنا قاعدين على الحدود هنا بنصور، وربنا يستر ما يكونش ممنوع اصلا. ممنوع ها؟ واحنا ما كان هدفنا ان احنا نتدلع في الرحله دي، بقى هدفنا ان احنا نوصل كمبالا باي شكل. والشركه ما قصرتش معانا في ده وشبطتنا في اي باص معدي، وحمدنا ربنا اننا وصلنا كمبالا. بس بدات تشتعل علينا واضطرينا ان احنا ناخد تاكسي يوصلنا للمكان اللي هنقعد فيه اليومين الجايين. وبعدها راحت علينا نومه طويله كنا نستحقها بصراحه، يعني بعد التعب ده كله. وصلنا البيت طبعا تعبانين، خلنا نمنا لنا طالعين دلوقتي في حاجه نشتريها عشان الاكل النهارده وبتاع، يعني ناخد الانطباع الاول كده لاوغندا العاصمه اللي بيقول عليها كيمبالا بس هي اسمها كامبالا. شكلها ظريفه وعكس ما توقعنا. اشتري بقى انترنت عشان نعتمد بقى كليا على نفسنا، بحيث ان احنا ما نعتمدش لما نروح مكان نبقى معتمدين المكان ده عنده نت ولا لا. في اماكن بتبقى ارخص بكتير عشان بس ما عندهاش نت، فيعني كمان النت هنا مش غالي قوي. رواندا كانت عظيمه، يعني كان الانترنت فيها رخيص جدا، وهنا باذن الله يعني نشوف العرض عامل ازاي. شركه ايرتل اللي استخدمناها في الرحله كلها موجوده في معظم البلاد اللي زرنا. يعملوا الدومينيك فيش وتشبيه، يعني بياخدوا بصمتها عشان تعمل عشان تشتري خط. كل حاجه عندهم بيعملوها بالموبايل، بس ياخدوا صوره شخصيه، صوره للجوال، وبصمه الصابع عشان تعمل عشان تاخد خط في بعض البلاد، يعني زي ملاوي مثلا تروح تشتري خط كل يوم ما عندكش اي ادنى مشكله. يعني الموضوع كلفنا هنا حوالي 7 دولار،
114 جنيه عشان نجيب خط فيه 5 جيجا انترنت مستمرين لمده اسبوع بس. 6 جيجا انترنت دلوقتي هنشهرهم بقى على بعض بقى وابلود فيديوهات وكلام من ده وربنا يستر وتبقى حلو. احلى حاجه عندهم هنا ان في 4G وبيقول لك ان 4G كمان ممكن تلاقيها في القرى والحاجات ديت يعني بيقولوا ان هي تراستد يعني. احنا رجعنا تاني كده لافريقيا يعني ورجعنا للعشوائيه والحاجات الجامده دي يعني فتره رواندا ديت كانت كده فتره عابره عدت وخلاص. دلوقتي رجعنا تاني الدنيا هنا في كامبالا زحمه جدا يعني زي معظم العواصم اللي احنا زورناها قبل كده فيها شويه زحمه وبتاع. بالرغم ان رواندا واوغندا عندهم نفس الموضوع يعني الموتوسيكلات اللي هي بتاعت المواصلات ديت اللي بيسموها بودا بودا هنا في اوغندا. لان في رواندا هتلاقي يعني ايه الموضوع بنظام وكل حاجه كده ماشيه بالتخطيط الممل يعني سواء اللي هو البودا بودا ده لازم يكون معاه خوستين وبتاع وكل حاجه بنظام ولابس يونيفورم وبتاع مش عارف ايه كل حاجه ماشيه بنظام. عندنا بقى العشوائيه الافريقيه يعني تمشي في الشارع كده هتلاقيها زحمه متكدسه الموتوسيكل تلاقيه ماشي على الرصيف عادي جدا زي ده مثلا اهو على الرصيف يعني عشوائيه افريقيه. المحلات بقى الصغيره يعني ما كناش لاقيينها بقى في رواندا خالص. الشوارع كلها نظيفه كده ولا في بياعين في الشوارع ولا الناس اللي بتبيع اكل ديت اللي ممكن تشتري منهم حاجه يعني كل دوله كده ماشيه مستطره. هنا بقى نرجع بقى تاني ايه للحنين للوطن. عارف يا جماعه الله اقول لكم ايه بالنسبه لي يعني اوغندا الانطباع الاول ليها يعني متطوره اكتر من الصوره اللي زينا لي في دماغي يعني يعني فيها عشوائيه وبتاع مش عارف ايه فرق عن رواندا كتير. بس الصوره الذهنيه اللي في دماغي عن اوغندا ان هي يعني البلد اللي بيجيها الناس عشان تتطوع في الملاجئ الاطفال وبتاع مش عارف ايه. انت متخيل ان انا هاجي كامبالا مش هشوف يعني مش هيبقى فيها اي نوع من انواع الامكانيات او التسهيل اللي احنا ممكن نشوفها في اي دوله مثلا يعني. انا كنت متوقع في تنزانيا ان انا اشوف حاجات اكتر من كده بكتير عشان اصلا الصوره الذهنيه اللي في دماغي. جيت هنا الصوره الذهنيه اتغيرت تماما يعني عندهم كميه مأهولات شفتها النهارده احنا جايين في التاكسي غريبه يعني في كل كورنر يعني فيها كل مقومات الحياه يعني اللي انت تعيشها يعني صدمتني صراحه يعني. اول حاجه بقى بنحب نستكشفها في البلد عامه يعني هي السوبر ماركتات. المنتجات بتختلف من بلد لبلد يعني فايه حاجة حلوة كده لما تيجي تكتشف أول حاجة كده تكتشفها السوبر ماركت. يامي فروم جينجا. كمية المنتجات هنا غير طبيعية يعني كل عندهم كل حاجة يعني عكس مثلا تنزانيا كنا متوقعين إن احنا نلاقي فيها حاجات كتير كده بس في حاجات كتير ما كناش لاقيينها. هنا عندهم كل حاجة بمعنى أصح. منتجات من الإبرة للصاروخ يا معلم ده احنا هنعيش. فول شو يعني غير كمان ايه واحد بقى من الحاجات اللي احنا ما كناش يعني لاقينها كويس وما فيش منتجات حلوه منها المربى. عندهم مربات هنا عالميه. حد شافها قبل كده يا جماعه تويكس؟ تويكس نوتيلا اند تويكس؟ اول مره اشوفها في حياتي. امال تيزر نوتيلا؟ احنا جينا الجنه هنا ولا ايه؟ النوتيلا عادية انا اعرفها بس تويكس نوتيلا مالتيزرز النوتيلا دي حاجة بروفيشنال. عسل اوغندي. احنا شفنا العسل ده في زامبيا وتنزانيا يعني كل البلاد اللي موجودة هنا عندهم العسل اللي لونه غامق ده غالبا عسل جبل يعني حلو جدا ورخيص جدا هنا. ده بقى المنتج اللي وحشنا جامد دي قطع الصويا يعني حبوب الصويا ديت بيفرموها كده وبتاع ويعملوها في شكل معين بتتغلى في الميه وتتقلى طعمها خرافي يعني من الاكلات الشعبيه اللي موجوده في ملاوي كانت وحشانه جدا والحمد لله جينا هنا اوغندا لقيناها ما كانتش موجوده في موزمبيق تنزانيا ولا في رواندا. ناخد لنا بتاع يجي كيلو ولا حاجه 15 كيس من ده. اكتر حاجه بتلخبطنا بقى في الشراء بقى في السوبر ماركتات اول ما نوصل قلب اي بلد جديده هو الاختلاف ما بين العملات. معظم دول شرق افريقيا العمل عندهم العملات عندهم كبيره فبتيجي بقى تنقل من دوله لدوله تحس ان دماغك تعبانه ما انتش عارف 11000 ديت رخيصه ولا غاليه. دي من الحاجات اللي بتخلينا ايه بتصعب علينا الموضوع. وعشان بقى نحل مشكله العمله واللخبطه ديت على طول تلاقونا بنستخدم البرنامج ده
برنامج اسمه EX Currency، يعني عملة بيحول لك العملة كده على طول، بيخليك على طول تاخد بالك من الفلوس اللي انت بتستخدمها ديت، يعني العملة ديت قد ايه، انت اللي صرفته ده قد ايه بالمصري، قد ايه باليورو، قد ايه بالدولار، بحيث ان انت بقى ايه بقى ما تشطحش بقى في المصروفات وبتاع وما تعرفش انت بتعمل ايه. ديت حاجة يعني الحاجات اللي احنا بنعتمد عليها كتير يعني. بس وكده نكون احنا يعني ايه طلعنا من رواندا وجينا اوغندا. الفترة اللي جاية كمان هيبقى في فيديو واحد بس من رواندا اللي انا كنت كلمتكم عليه قبل كده، اللي فيه كولابريشن مع اليوتيوبر المصري ده اللي هو الواحد من يعني من اليوتيوبر الكبار في مصر. فاتمنى ان انتم تستنوه عشان الفيديو ده اصلا انا حطيت فيه كميه مجهود وهحط فيه كميه مجهود، اتمنى ان هي تعجبكم واتمنى ان انتم تشوفوا الفرق ونوعيه جديده من الفيديوهات يعني. بس اشوفكم بقى في فيديو جديد من اوغندا وايامنا حلوه كتير يعني. يلا سلام عليكم.